السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب بها ومن خلالها إلى باريس، حيث تلك المظاهرة التي كانت قبل أيام. لماذا هذه المظاهرة؟ هل هناك ازدواجية في المعايير في تعريف الإرهاب؟ هل هناك أسئلة يمكن أن تطرح عن أهداف المظاهرة؟ هل مشاركة الزعماء العرب في هذه الزفة السياسية وهذا المأتم الدولي كان مناسبا؟ كيف يمكن أن نقرأ؟ هل تناسب ذلك مع الإساءات المتكررة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن الحديث أن من حين يقتل منهم أحد يصبح إرهابا، بينما يقتلون منا الملايين فلا إرهاب ولا بواكي لنا؟ أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح، ما بين أخلاقية وسياسية واجتماعية، نطرحها اليوم على ضيوف كرام علينا. الأستاذ صالح العرموطي، نقيب المحامي الأسبق، أهلا وسهلا أستاذ صالح. وأيضا ضيفنا الكريم الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك وخريج فرنسا. خريج فرنسا، أهلا وسهلا بك. بدي أبدأ معك أستاذ صالح، يعني تعود، يعني غاروا منا قصة المظاهرات. نعم. غاروا منا مظاهرة بهذا الشكل، مشاركة زعماء عرب في مظاهرة، ربما يعني أثار كثير من التساؤلات. كيف تراها، كيف تقرأها وأنت أيضا في هذا النشاط وفي هذا الحديث عن دائما الإرهاب وقصة الإرهاب، كيف تقرأها أستاذ صالح؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي عمر أشكرك على هذا الموضوع بالذات، لأنه مشاركة كثير من الأنظمة العربية يعني عملت ضجة كبرى في وسط العالم العربي والإسلامي، وفي وسط من هدر حقه وظلم شعبنا وأهلنا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في بورما أو في أفريقيا الوسطى أو في كل معالم العالم أو غوانتنامو. فباعتقادي هذه لا مبررة، وهي أنا برأيي الشخصي أنها تهديد للمسلمين ولعقيدتهم ودينتهم وشريعتهم، وأن الإسلام هو المستهدف. هذه مؤامرة على الإسلام، وأنا أستغرب مشاركة دول عربية وإسلامية في هذا المحفل اللي أعتبروا هم الذين إرهابيين بعينهم، هم من يقومون بالإرهاب. يعني عندما يقوم نتنياهو ويشارك في هذا وهو قتل شعبنا، وجولدشتاين بال94 دخل على المصريين وقتلهم، وزير الوزير الفلسطيني قتلوه، والمجازر وضرب شعبنا في غزة، وأكثر من 2200 قبل على مدار 55 يوم، ومذابح جنين وقانا وكل المجازر التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا في فلسطين وفي كل أرجاء الوطن العربي، وصواريخهم وطائراتهم تقصف في المدنيين من الساكنين. هذا تحدي لمشاعرنا وتحدي لأمتنا ولعروبتنا والإسلامي. كيف يمكن أن يشارك زعيم عربي وهو هناك من يرفع تحت لواء شعار عداءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم يسير تحت هذه المظلة، كيف يسمح أي زعيم؟ وأنا بشكر وزارة وزير الخارجية والمغرب العربي عندما امتنع وقال مشروطة مشاركتنا أنه لا ترفع أعلام أو شعارات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس، فإن هناك أشخاص قد لبسوا الصليبية. نعم. بتحدي سافر أن نعود للصليبية، ونحن لا نؤمن بالصليبية، نقول الفرنجة، الحرب الفرنجة ولا الصليبية، لأن العلاقة وهذا. وكيف يمكن لصحيفة فرنسية، بغض النظر، أنا لا أؤيد القتل ولا نشرع، والإسلام سماحة الإسلام واسعة، أنتم كأنكم أطفيتوا الشرعية على ما قاموا به هؤلاء المجرمين من اعتداء على شخصية الرسول وعلى عقيدتنا وعلى إسلامنا وعلى وهذا. أين الحرية؟ هل بالقانون حرية أنك تعتدي على الأنبياء؟ عجزت الأوروبا كلها والعالم أن يضعوا تشريع وقانون حماية وفرض عقوبات. نعم. على من يسيء إلى الأديان ولا الشرائع الإسلامية، ولم يقم به. بالدنمارك أهانونا، وفي هولندا أهانونا، وفي السويد أهانونا. صحيح. وفي بريطانيا أهانونا، وبناتنا من الإمارات، 4 بنات في بريطانيا قتلوا، ما حد، طالبة في الجامعة في بريطانيا أيضا وهي خارجة من جامعتها قتلت. طيب ليش كما تفضلت ازدواجية المعايير؟ هذه ازدواجية المعايير ظالمة، وبالتالي كان يتوجب، حتى الملك كان يقول أن جد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بدك تنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له موقف واضح. على الأقل، على الأقل أستاذ، أن يعبر أن ما تم من إدانة. ولم نسمع إدانة من أي نظام عربي ولا زعيم عربي بإدانة الإساءة إلى الرسول إلى الدين الإسلامي، وهذه بحد ذاته جريمة، بحد ذاته جريمة لا نقبلها. وبعدين أنت لما أي إنسان بده يسافر من أي نظام عربي عليه أن يحترم مشاعر الناس، عليه أن يحترم. وبعدين يا أستاذ عمر، من المفارقات، سياستنا في الأردن وكثير من الدول العربية كانت تنتقد المسيرات وتقول المسيرات وهذول كتاب الصحف والإعلاميين الطابور الخامس بعضهم، ولا عمم،
اللي كانوا يقولون أن المسيرات والاعتصامات لا تحقق شيء على أرض الواقع. طب شفنا الزعماء، أنا نظرت على المشهد أخي عمر، شاهدت المسيرات اللي بتحدث في الأردن والناس كلها بتكون بالصف الأول، شاهدت على الزعماء كل واحد بده يسابق أستاذ الدكتور على من يقف في الصف الأول، ومشبكين إيديهم بعض، ومشبكين إيديهم بعض وحاطين إيديهم على خصر بعض، وحتى يعني هذا مشهد مظلم. طيب أستاذ صالحي، ولذلك نقدي هذه ردة، معناته أنتم يا حكومة بلدي ويا أساس لا تنتقوا المسيرات والاعتصام، راح نحكي عنها، هذه نموذج راح كان. لكن في فرق ان هناك يعني عنصر نسائي كان في المظاهرات، مش موجوده بالبلد بشكل او باخر. من بالصف الاول في نساء؟ ما لا لا لا، في سؤال اجنبيات وحكومات وكت السويد، هذا هذا ما قصدنا. ربما يعني الحديث عن اثبتت المظاهره ان هناك ازدواجيه في في المعايير في تعريف الارهاب، كاننا نستعيد الاغريق مره اخرى، الساده والعبيد هم الساده ونحن العبيد، هكذا قرئ في لاوعينا كحال شعبي. هل تقرأها كذلك أحمد سعيد؟ يعني هل تألمنا أننا شعرنا فعلا أننا في حالة تقسيم مؤلم مرة أخرى، قتيلنا لا شيء، قتيلهم يعني مهم جدا، أنت كيف قرأتها؟ يعني حقيقة يا أستاذ عمر، أولا يعني القضية أنا بنظرها من زاوية أخرى، ليست من زاوية دينية. نعم. يعني أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بما نشر عنه، لكن في نفس الوقت هل علينا نحن كعرب أو كمسلمين أن نذهب إلى باريس مشان نثبت للشعب الفرنسي أننا بريئين مما حدث؟ يعني هذه القضية لا داعي. نعم. وكأننا متهمين، علينا أن نثبت براءتنا. يعني هذه القضية فعلا بالعقلية الغربية، وكأنه أن يأتي زعماء عرب ويسيروا في هيك مظاهرة حقيقة وكأننا نريد أن نثبت أننا إحنا بريئين. نعم. مما حدث، علما أن الجميع لماذا هذا السلوك؟ لماذا نذهب لنبرر أنفسنا؟ ما هذه اشرح لي اياها، فسر لي سيكولوجيا واجتماعيا. النظرة الذي ننظر فيها للآخرين وكأننا نريد أن نقول لهم نحن لا علاقة لنا بما حدث، وفعلا لا علاقة لنا بما حدث. في نفس الوقت الخطاب الرسمي للأنظمة العربية تقول باستمرار هذا الإرهاب لا يمثل الإسلام، إذا لماذا علينا كمسلمين أو كعرب أن نذهب إلى باريس ونتحدث ونطلب من الآخرين أن يكفروا لنا هذه الخطيئة التي لم نرتكبها؟ من الخطورة؟ نعم يعني صحيح. علما من الشعب الفرنسي يعرف جيدا، يعني لما يقتل جندي أو شرطي فرنسي اللي هو أحمد مسلم، مسلم جزائري، هذا كافي بحد ذاته ليثبت للفرنسيين بأن الإسلام بريء مما حدث. نعم. لا داعي لهذه البخورة أن نذهب إلى فرنسا ونطلب يعني نطلب العفو من قبل الرأي العام الفرنسي لجريمة لم نرتكبها. لماذا؟ كيف تقرأ؟ هذا السلوك تكرر في 2001، يعني حتى التبرعات كانت وضحايا، لماذا نسلك هذا السلوك؟ هذه النظرة. نعم. الفوقية. نعم. اللي بعض يعني حقيقة البعض من السياسيين العرب بنظر على أساس أن الغرب هو يعني علينا أن نرضي الرأي العام الغربي، نرضي القيادات الغربية، هذا بالطبع مش موجود عند الآخرين. نعم. يعني هاي الولايات المتحدة بعض مطية، لم يأتي أوباما إلى باريس عشان يثبت أن الرأي العام الأمريكي ضد ما حدث، يعني لماذا علينا نحن أن نثبت عكس ذلك؟ في روسيا يعني أسست وزير خارجية بعتقد إلى آخره، النسيج في مظاهرة وعلى رأس هذه المظاهرة نتنياهو، هل يعقل؟ يعني هذه قضية خطيرة جدا. نعم. نعم. يعني نعم. أن نبرئ جريمة ارتكبها نتنياهو. هل في هذا إشكالية في تعريف الإرهاب وجود نتنياهو؟ نعم يعني. نعم. هو الإرهاب خلينا واضح. خلينا نقرأ نتنياهو في المظاهرة ويرحب بإشكالية في نتنياهو وآخرين. يعني أيديهم ملطخة بدماء الإسلام وبدماء يعني معارضة عربية أو إسلامية في دول التي شكلوا أو أنظمة كانت تشارك في هذه المظاهرة. صحيح. صحيح. لكن أن يأتي نتنياهو ويتبجح بأنه قاد ويعني يعني يقود هيك مظاهرة بحضور زعماء كبار في هذه في 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 باريس، أنا أعتقد أنه هذا شيء مؤلم جدا. يعني قضية ثانية أستاذ عمر، من المستفيد مما حدث حقيقة؟ الآن هدأت الأمور. نعم. من المستفيد في النهاية؟ نعم. إسرائيل. إسرائيل وظفتها بشكل كبير لصالح نتنياهو شخصيا ولصالح الكيان الصهيوني، وهذه الخطورة. من المتضرر؟ إحنا كعرب أو كمسلمين. نعم. سأسألك يعني بعد ما أعود للأستاذ صالح عن المستفيد والمتضرر حتى داخل المجتمع الفرنسي وأنت خبير به. نعم. لكن أعود لك أستاذ صالح. نعم. نتنياهو يعني شيخ المظاهرة، كان يعني ربما كان فقط يحتاج إلى بكم أزرق يطلع عليه ويخطب بالناس، ما يفشر والله. نعم. هناك في باريس هناك. نعم. ما يفشر يكون انه شيخ يظهر. نعم. لانه هذه الذي يخرج على المسيره وببكب هم الاحرار. نعم. يدافعوا عن حقوقهم. نعم. وحرياتهم في وطن العربي والاسلامي، ولذلك هو ساقط ومجرم ويجب ان يتحول الى المحكمه الجنائيه الدوليه. لكن قراءتي الاوليه وجود نتنياهو، كيف تقرا وجود نتنياهو؟ هي اصلا استفز الشارع الفرنسي كله. نعم. علمك. نعم. حتى ما كانش مرحب فيه وما بده عنوه، ثم أن يقول للشعب أو اليهود في فرنسا يغادروا إلى فلسطين، هذه أصلا تحدي. نعم. لمشاعر المواطنة في فرنسا وتحدي لمشاعر الشعب الفرنسي. ثانيا
أنا أخي عمر بقرأ، يعني قالوا القاعدة فجرت في 11 سمدرة برجو ومشوها واجتاحوا الوطن العربي، وقالوا في العراق أسلحة الدمار الشامل واحتلوا بغداد واحتلوا العالم العربي وراهنوا العالم العربي وبتروله لسنوات. طيب عندما تم هذا خلال أقل من ساعات كان معلن عن السيرة الذاتية لهؤلاء الأشخاص، وأيضا أعلن وأعلن أيضا إنه هؤلاء لا يرغبوا بتسليم أنفسهم قبل ما يحكوا هذولاك، هم يطلبوا الشهادة. شوف كيف مشان يتحدوا المشاعر. وكان بإمكان لو كانت هناك حسنة والنوايا حسنة وغير مقصودة ومفتعلة لا مئة طريقة وطريقة بيلقوا القبض عليهم بأي طريقة غير السلاح واستعماله، وأرادوا أن يخفوا معالم الجريمة بالسكوت، لأنه أنا باعتقادي الجازم وقراءتي واجتهادي أن وراها الصهيونية العالمية لأن هي المستفيد الوحيد من عملية الصحيفة. وثانية وثالثا التصوير في لحظتها قد تم بطريقة محكمة وطريقة دقيقة، بمعنى أن الموساد الصهيوني المتغلغل على ساحة الوطن العربي كما هو متغلغل على ساحة الوطن العربي والأوروبي، هو أراد بهذه أن تخدم الصهيونية. ثم لا ننكر على الآخرين، نحن لا يعني لو بالله عليك نقول قبض عليهم وسمعوه أقوالهم مين اللي دفعهم ومين اللي أعطى أمواله ومين ومين ومين، قد نحسن الظن بذلك. لكن أنا باعتقادي أن العملية التي تمت هي تحدي للمشاعر. طيب اليوم مش قتلوهم؟ طيب اليوم بتحدوا بقول إحنا بنطلع 3 ملايين صورة جديدة وطلعوا اليوم أبلع الجرار 3 ملايين نسخة إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام تمام. ورفع العلم الصهيوني في الساحة علم واضح وجلي، بمعنى سيدي أنا باعتقادي هذه حملة على الإسلام والمسلمين، وأنا باعتقادي الجازم إنه كان على الزعماء العرب اللي شاركوا واللي ما شاركوا أن يكون لهم موقف واحد وسألهم إعلام مهزومة وسلام. طيب الإرهاب يا أخي ما في العالم كله ما فيش تعريف للإرهاب، وجابوا لنا قوانين يا أستاذ يصفونا بالإرهاب، يصفوا الإسلام بالإرهاب، وصار الإرهاب هو الإسلام وعقيدة وشريعة وهوية وثقافة، وبالتالي الآن عملوا لنا صدروا لنا قانون، حتى قانون منع الإرهاب أوجدوه مصدر بال2006 واللي عدلوا عليه الان بال2014 مجلس نوابنا العتيد، اللي اذا حلمت يا استاذ عمر انك تطلع بكره على حياه اف ام وتقول والله العدو الصهيوني نتنياهو، او تطلب المقاومه وتطلب الجهاد في فلسطين يحولوك بتهمه الارهاب، اذا عبرت عن رايك بالفيسبوك اللي عندك وتقول والله انا حريه الراي والتعبير، ناس قال عني ارهابيين وقال عني تحال الى محكمه امن الدوله، اذا بسطت خضره اللي انت طول نهارك تصيح في قناة الحياة اف ام وتقول والله عامل بسطات الفقراء والمساكين حرام عليك وتحلهم على محكمة امن الدولة. حتى اليوم صد بقانون مجلس النواب قانون غسيل الاموال ما ميزوا بين غسيل الاموال الذي يرسل للارهاب. طيب الارهاب ما هم حماس هلا متهمة بالارهاب وكثير من الفصائل الفلسطينية متهمة بالارهاب، كيف بتميز؟ اتفاقية الموقعة بين الدول العربية بال98 قد ميزت بين الإرهاب والمقاومة، احنا بسلامتهم ما شاء الله عليهم مجلس أمتنا لم يميزوا بين الإرهاب وبين المقاومة، ولذلك الآن المحاكم أمن الدولة في عالم العربي هي التي تسيطر، وما فيش قرار يعني بدال ما ترضها الناس والمعارضة تكسبوها ودها، الآن كل من يتكلم عن المسيرات والاعتصامات في باريس بتقوم الدنيا ولم تقعد. شوف بعض الكتاب الصحف اللي مرتبطين ارتباط مباشر وبزور السفرات، انا ولا انت ولا الدكتور بنزور السفرات الحمد لله بريئين، هم قاعدين بردحوا. اذا انت وانا عبرنا عن راينا انه هذه الزياره لا تخدم الاسلام ولا تخدم الاردن ولا تخدم السياسات اللي بيقيموا الدنيا ما بيقعدوها علينا. يعني هذا ايضا جانب راح نطرحه في قضيه يعني اسباب الارهاب، لكن بدي ارجع مره ثانيه من المستفيد استاذ صالح طرح يعني ربما مقاربه مهمه الاسرائيلي مستفيد، كيف سيستفيد هذا الاسرائيلي؟ هناك قوى متشدده متطرفه لا تريد المسلمين في المجتمع الفرنسي باعتقادي، ربما تخدم هؤلاء العنصريين والمتشددين في فرنسا، من الذي استفاد من هذه العمليه التي ربما يعني فيش داعي ندينها، يعني فيش داعي ان عمليه الادانه ليست يعني ليست غايتنا ولا هدفنا طبعا نرفضها، لكن من المستفيد هنا؟ يعني هو عرفت ما حدث الجميع يرفض ما حدث طبعا لكن برضو علينا يعني نطرح تساؤلات ولو سؤال بريء، يعني لماذا على الشخص الذي قام بالذهاب إلى المكان الذي يباع فيه الأكل اليهودي في منطقة أنا بعرفها كويس، هذه منطقة فيها عرب وفيها يهود حي يعني مختلط نعم في باريس، حقيقة يعني أنا صرت أشك ليش ذهب إلى هذا المكان
هل كان من ممكن أن يذهب إلى مكان آخر حتى لا يثار في المستقبل إن والله ذاهب إلى هذا المكان أيضا مشان الرأي العام في داخل فرنسا إن والله هذا الإسلام ضد اليهود مشان يستغلها نتنياهو وأيضا القضية التي قيلت فيما بعد إنه يعني كانت شبه مبرمجة زي ما حكى الأستاذ صالح واضح جدا يعني عندما نقول حرية رأي ورأي اليهود ليش مش مخططة فعلا مش مخطط إنه ذهب إلى هذا المكان وهذا وهذا بطبع مش عربي هذا سنغالي صحيح هو مسلم قام بهذه العملية لكن لم يجد هناك محلات كثيرة متقاربة لم يجد لها سوى هذا المكان اللي هو يبيع الأكل اليهودي هذه قضية بطبع يعني لا بد أن تثار أولا ثانيا في داخل هذا في هذا المكان كان في شخص مسلم يبيع يعني موظف عامل قام بتهريبه وتخبئة العديد حوالي 15 واحد خبأهم ما حدا جاب سيرته طب هذا مسلم ما حدا جاب سيرته بما يدل على أساس أنه القضية مبرمجة بالنسبة للإساءة للإسلام حتى الشرطي المسلم تأخروا في شكره إلى اليوم يعني بعد ما يعني هدأت يعني تشكر يعني الرئيس الفرنسي أثار القضية اليوم بحقيقة أعطى حقه لكن بالمقابل لما تحدث من المستفيد أنا أعتقد يعني منذ فترة هناك في داخل الكيان الصهيوني تركيز على أساس العنصر الفرنسي اليهودي الفرنسي مشان تشجيعهم هؤلاء إنه ما لكم إلا باريس ما لكم إلا الكيان الصهيوني أو فلسطين للذهاب إليه بمعنى إن هناك إحنا زولناها من قبل قسمنا المجتمع الفرنسي عشان نفهمه أكثر حتى المشاهدين يعني يفهموا يعني أول شيء العدد اليهود في فرنسا لا يتجاوز 500,000 عدد سكان فرنسا كم بعد النكسة يعني حوالي 55,000,000 55 آخر والمشكلة في فرنسا والمشكلة في فرنسا يعني عدد المسلمين حوالي 6,000,000 يعني فعلا يعني يقال سنة 2025 سيكون كل 5 أشخاص مسلم واحد وهذا بطبع شيء مهم خاصة أنه عدد المسلمين يزداد لأنه في كثافة سكانية وأيضا في إنجاب الفرنسيين يعني بالغرب بشكل عام عندهم ولد واحد إلى آخره هذه قضية مهمة بالنسبة للمجتمع الفرنسي ولهذا من هالآن بلشوا يحذرون من أسلمة المجتمع الفرنسي أنه صحيح في مساجد كثيرة في يعني في هناك في فرنسيين يدخلون الدين الإسلامي وليس بالضرورة أن هؤلاء جايين من شمال إفريقيا كعرب أو مسلمين في يعني في هناك أعداد كبيرة من الفرنسيين تركوا دياناتهم ودخلوا الدين الإسلامي أيضا يعني لما تحدث عن اليهود ونفوذهم في داخل فرنسا حقيقة نحن نعرف الأحزاب الفرنسية وبالذات الحزب الاشتراكي في معظمه وقياداته من أيام جيمولي في 56 اللي شارك في العدوان على مصر لفرانسوا ميتران بشكل عام كانت هناك سياسة فرنسية من حزب الاشتراك مؤيدة للكيان الصهيوني للهجرة اليهودية ونحن نعرف كمان هذا من بديهيات الموقف الفرنسي بالنسبة للمفاعل النووي الفرنسي الإسرائيلي اللي في ديمونا هو بطبع عطية من قبل فرنسا على رغم من ذلك نرى أن من مصلحة الكيان الصهيوني أن يبقى هؤلاء في داخل فرنسا لماذا؟ أنا دائما التركيز على هؤلاء لكن مشكلة يا أخي يعني أن لا يساء لهؤلاء وكأن اليهودي في فرنسا بالنسبة لأي حكومة فرنسية له قيمة داخل يعني الكيان النظام السياسي الفرنسي له تأثير أضعاف ما يؤثر المسلمين اللي هم 6,000,000 يعني أنا بذكر في قصة حقيقة حصلت معي لما كنت في باريس يعني صلاة الفطر يعني صلاة العيد منعت بصباح لماذا؟ قيل لأنه هذا يسيء للفرنسيين في الحي الموجود فيه حي بكارتيل لاتام الحي اللاتيني في باريس منع حتى لا يساء او يزعج الفرنسيين بينما يعني هذا بيدلك على اساس انه يعني في هناك تشويه للاسلام مش من الان منذ سنوات ماضيه لكن نقطه اخيره القضيه الان مرتبطه بالمسلمين واليهود والمسيحيين المجتمع الفرنسي مجتمع صحيح انه علماني لكن برضه كاثوليك يعني فرنسا دوله كاثوليكيه ويعني البعض في عندهم تقاليد كاثوليكيه قويه لا ينظر لليهود على أساس أنهم هم هؤلاء اليهود هم بما تشكل الحركة الصهيونية أنه فعلا هي الملاذ الآمن لليهود في العالم لكي يأتوا إلى فلسطين وينظر نظرة فعلا رأي العام الفرنسي بشكل عام حقيقة مؤيد للقضية الفلسطينية لكن الخلاف بين الحركة الصهيونية أو بين قيادات الحركة الصهيونية في فرنسا التي تحاول الحركة الصهيونية باستمرار أن يعني تقنع رأي العام الفرنسي بتغيير موقفها هو حقيقة اللوبي الصهيوني الموجود داخل الأحزاب الفرنسية إن كانت أحزاب يمينية أو أحزاب يسارية رح أجي على أثرها على التشريعات وقادم الأيام لكن بدي أفهم منك أستاذ صالح شو هالغرب اللي يسمح لك بالإساءة للأديان والإلحاد والإساءة للرب وإذا قربت على الهولوكوست هناك تشريعات وهناك شو يعني شو شو شو
يعني مرات احنا يعني بصدع بحاول افهمها. نعم. ليش شو هالنفوذ شو هالقصه شو هذول فرنسا يعني هذه يعني هاي دول عظمى يعني كانت. صحيح. يعني لماذا يعني شوف فهمني اياها. اولا بدي اشير اشاره سريعه، تعرف التوجه الفرنسي الان السياسه الفرنسيه الوقوف مع القضيه الفلسطينيه. نعم. وفي البرلمان شكلوا انه صوتت في مجلس الامن مع تمام مع وفي مجلس التشريعي ايضا قالوا احنا مع انشاء الدوله الفلسطينيه. وهناك كثير من الدول اسبانيا وبريطانيا وكذا وكذا، فهذه رساله يعني توقيت العمليه مناسب بالضبط. هذه رساله للعالم كذا وكذا. ثانيه حتى ننصف الغرب بعض الغرب. يعني المظاهرات بالله عليك مين اولى؟ الألمان ينتصروا للوقوف إنه ضد مهاجمة الإسلام، ولا عالمنا العربي والإسلام اللي بيقمعون النظام العربي كله؟ أولى بالعالم العربي، وأنا بوجه نداء للنقابات والأحزاب السياسية في كل الوطن العربي أن يعملوا مسيرة يوم الجمعة القادم لنصرة الإسلام. نعم. من الهجمة التي تستهدف الإسلام وعقيدته وهويته. لأن يعني المغرب ألمانيا استفيدوا، شوف الملايين طلعت الأعداد كبيرة، على الأقل إحنا ننتصر لديننا وعقيدتنا وهويتنا. ثالثا بالله عليك الفيلسوف الفرنسي روجي غارودي نعم قديش كان عمره؟ 80 او فوق 85 سنه 88 لانه قال ان المحرقه غير صحيحه. نعم. وهذيك اليوم كمان واحد شخص اخر احد الكتاب بعدما حصل قال هذه وحيل الان الى المحكمه. ثالثا طيب هذا المحقق اللي بيقول قتل. نعم. كل واحد عنده اثر لاي فعل ممكن يرتد او يخطر باله انه يربط الاحداث مع بعضها ادعوا انه انتحر. قد تكون شبهه جنائيه يعني. تمام. تصفيه لانه كشف حقيقه او شيء. قال والله اكتئب، قال والله اكتئب وصار وضعه كذا. ملحقش. معظم يا سيدي تصفيه جسديه. كثير من الانظمه العربيه صفوا خصومهم انه انتحر وما شبه ذلك. رئيس وزراء الاسبق الفرنسي ذكر بالحرف الواحد قال هذا نتيجه الاستبداد والظلم اللي قامت فيه زعماء الغرب ضد الإسلام وضد المسلمين. اللي ضربوهم وعذبوهم، اللي واحد قتل أمه ولا أخته ولا أبوه بطائراتهم وقصفونا وقتلونا وذبحونا وضيقوا على عالمنا، خليهم يعبروا. هذاك مسموح له، أما أنا والدكتور وإنت لو عبرنا بقيم الدنيا ولم تقعد أجهزة مخابرات ترصد كل حركتنا وكل فعلنا. صحيح. لذلك سيدي هو معظم الدول العلمانية هي دول ملحدة. الكيان الصهيوني لو تستعدر تاريخه كله إلحاد. بالحال فلا تستغرب من ملحدين أن ينتصروا للدين والعقيدة. ثم هناك تقصير كما قلت في بداية حديثي أن يا أخي وضعوا تشريع، ما هو مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم استهدف، سيدنا عيسى والشرائع اللي احنا بنؤمن فيها وبنؤمن بالأنبياء كلهم، وإحنا ندافع عن سيدنا موسى وعيسى أكثر من الغرب وغير الغرب. هذا مجتمع. نعم. مجتمع الكراهية، مجتمع الظلم، الازدواجية في المعايير، تقوم الدنيا ولم تقعد على ما ارتكب بحق هؤلاء اللي أساءوا للرسول، أساءوا للرسول بهذه الطريقة البشعة. ولم نسمع لا دول إسلامية ولم نسمع علماء. وأنا بقول لوزير الأوقاف يا أخي اترك العنان، بدل ما توقف 30 بتهمة الإرهاب خلي المساجد غادي يوم الجمعة أن تتحول إلى خطب الدفاع عن الدين والعقيدة. نعم. والإظهار الصورة، افتحوا وسائل إعلامكم المسموعة والمقروءة تعبروا عن رسالة الإسلام السمحة، ومش هيك الإسلام، أنتوا ليش تظهروا الإسلام بهذا المدار؟ ثم جابوا صورته وقال والله هذه مرته دخلت على تركيا ومن تركيا دخلت وراصدين حركتهم وشايفين المبايعة يا أستاذ عمر، كيف بايع أبو بغداد؟ يا أخي بايعوا ولا ما بايعوا؟ وأنا بقول كثر خير بعض الناس اللي انتصروا إنه هذا أنتوا استهدفتم دينهم وعقيدتهم، والله لو تستنصر دينك وعقيدتك ما بترحمه. نعم. وفي طيب. ظل غياب القصاص، لو في قصاص وفي موقف تتخذ في قانون طيب. أنا بنفع لما أنا أشوف إني قتلت سائل رسولي. نعم. ولا نبي ولا شيء، لو ساووا بين الأنبياء أنا شو بدي أعمل يا أستاذ؟ مع أنني لا نرضى عن بهذه الطريقة، لكن أنا ما بقبل ولا بقبل من أي زعيم عربي أو إسلامي. نعم. ستكون وصمة عار في تاريخ الأمة إنه شارك زعماء تحت مظلة الإرهاب ويقودها شو اسمه نتنياهو اللي صار يلوح بيديه كأنه بطل قومي أو بطل الكيان الصهيوني وانتصر في هذا الموضوع. ثم كيف تسمح للمشاركة في موقف وكررها 100 مرة يرفع الراية ضد الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان هناك يافطات تسيء للنبي، والله من يسيء للرسول ومن يشارك في مسيرة ترفع الإعلام ضد رسول الله أنه ترتب المسائل الجنائية وسيسأل أمام الله، والتاريخ لن يرحم أحد. نعم. ولذلك بخاطب ساسة بلدي أن يتقوا الله في هذا الوطن. نعم. الوطن مستهدف مشروع صهيوني ومعلومات أمريكية، ما بكفينا غلط يعني. لو أدى بالله عليك وأنا لا أقبل أن يرسلوا أي واحد، لو أدوا وزير الخارجية ما هو برشان فيهم وطنهاره عندهم وقائم قيل عندهم. نعم. زي ما بقول لو ودوا يا أستاذ عمر ودوا خففوا. أنا ما بقبل أخي عمر أكلم أخي، أنا ما بقبلها للملك
سواء بتفق مع سياساته أو بختلف، ما بقبل الملك يصير يتقدم صف أول ويرجع صف ثالث، ما بقبلها له. ودي وزير خارجيته، ودي مندوب، ودي المندوب بسفارتنا الموجودين هناك عبروا. السفير مش مندوب السامي. طيب وهو مندوب، ما هو بالقانون، ما هو قانون تسليم المجرمين بيكون مندوب السامي البريطاني في الأردن. صح صح. يعني هذا ربما الأستاذ صالح قدم مقاربة من خلال وقع، يعني تروقني إنه نبني عليها شيء. تحدث عن تصويت فرنسا في مجلس الأمن، تحدث عن مقال وزير رئيس الوزراء الأسبق، تحدث عن واقعة الانتحار، تحدث عن واقعة التتبع، وأنت ذكرت قصة السوق أو السوق اللي بيبيع المأكولات اليهودية. ثم بدي إياك تقرأ لي نتنياهو في أول خطاب له كان بجانب السفير الفرنسي، تحدث عن مجموعات الإرهابية، ذكر داعش نصرة، ثم وضع اسم حماس. يعني هذه واحدة. اثنين، دفن هؤلاء الفرنسيين في فلسطين المحتلة. نعم. يعني أو في القدس هكذا. يعني برضو شبك لي إياها. أنا بتشك تتبنى مقاربة الأستاذ صالح، لكن واضح أنه هناك استثمار، ربما هناك تخطيط، لكن واضح أنه أحسن استثمار هالجماعة. يعني خاصة دفن 4 فرنسيين في فلسطين المحتلة. تفضل. يعني حقيقة لو سألوا هؤلاء قبل أن يموتوا أنه هل تفكر أن تأتي إلى فلسطين، كان هاجر من قبل. نعم. ويبدو فرنسي، يعني في كثير من الفرنسيين برفضوا يذهبوا الى فلسطين المحتلة على اساس بدهم هم فرنسيين. يعني في هذه، يعني نذكر حقيقه على زمن نابليون بونابرت، يعني سنوات قديمه، لما اجتمع مع اليهود حاخامات اليهود في باريس قال لهم ساعدوني في حملتي على الشرق وانا بدي ابني لكم دوله يهوديه اللي كانت موجوده من قبل، رفضوا، قالوا احنا فرنسيين. نعم. شو مودين على الشرق، رفضوا يعني ان يذهبوا او يؤيدوا هذه الحمله. هذا بدي على اساس الفرنسيين برضه منتمين ل لفرنسا. نعم. للثقافه. نعم. هناك وطنيه فرنسيه حقيقيه، قوميه فرنسيه. نعم. وزي المسلم زي المسيحي وزي اليهودي. هذه الناحيه. اما اللي لاحظت انت يعني بالنسبه لنتنياهو. نعم. حقيقه يعني طلع اول شيء على الصعيد الشخصي، نحن نعرف انه يعني بعد شهرين في انتخابات للكنيسة، وبالتالي هو يرشح نفسه، يريد ايضا توظيف الحدث لصالحه. جميل. وهذا شوف الاعلام الاسرائيلي كثير انتقدوه. نعم. قالوا فعلا يعني هناك صار سيفي ليفني ولا ليبرمان والشاط اللي بدروه على باريس. نعم. حاولوا شوشوا على زيارته. طيب. شوشوا على هذا بدل على اساس انه فعلا يعني تسويه للعمليه. حتى قضيه زي هذه قضيه دوليه يحاول نتنياهو بكل حقاره ان يوظفها لمصلحته. نجاح سجل القانون. نقاط جاوبني، نجاح سجل نقاط، بدي اسمع منك. انا بعتقد يعني انيا سجل نقاط. نعم. لانه ان تاتي وزيره التنميه الفرنسيه، وهي على فكره يعني مدام رويال هي زوجته للرئيس هولندي الاولى مطلقته. نعم. حتى. نعم. يعني قبل ما يصير رئيس كانت هي مطلقه، وهي من قيادات الحزب الاشتراكي، ان تاتي الى القدس وتشارك في عمليه الدفن. وكمان المقبرة انت عارف وين موجودة؟ نعم. في نفس المكان الذي يعني هذه القرية التي في مجزرة دير ياسين. دير ياسين مكان. نعم. نفسها. نعم. في قرية. نعم. دير ياسين. نعم. بالقدس. وهذا بالطبع بأن تأتي إلى فلسطين المحتلة وتشارك في هذا العمل وبكل ألم، وكأنه وتقبل يعني ضحايا أو أسر الفرنسيين في داخل الكيان الصهيوني، بدل على اساس ايضا يعني برضه هي تريد ان تسجل هذا الموقف لصالحها هي في داخل فرنسا. لماذا؟ لانه هي كانت مرشحه على فكره ضد ساركوزي في الانتخابات 2006 وفشلت. نعم. يعني برضه كل شخص يريد ان يوظفه لصالحه، هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه من ناحيه يعني اسرائيل تريد ان توظف العمليه كلها على اساس الضغط على اليهود الفرنسيين انه ما لكم إلا فلسطين. نعم. تعالوا. نعم. هذا المكان الآمن، وهذه هو الهدف الحركة الصهيونية منذ البداية، أن نجمع كل اليهود في العالم في داخل فلسطين. إذن يا أخي كل يهودي خارج فلسطين بالنسبة للحركة الصهيونية فشل لأيديولوجية الحركة الصهيونية، لأن تريد أن تجمع اليهود في العالم. هي دائما تقول لك فلسطين هي يعني أو بين قوسين إسرائيل هي المكان الذي ينقذ اليهود في العالم. وهذه العملية التي تثار دائما بالنسبة ضد اليهود هي بالطبع. دكتور أحمد، أنا فهمت منها أننا نحن الغرب وأنتم الغرب لازلنا امتداد لكم، لأنه في أصوات بدأت تتحدث عن إسرائيل عبء، يعني كأننا يعني لازلنا الغرب لسنا في مركب واحد، لسنا هؤلاء يعني. بالضبط. إحنا في مركب رسالة. واحد ضد الإرهاب. نعم. والآن الحديث كله عن أي إرهاب، ليس إرهاب الحركة الصهيونية، ليس إرهاب إسرائيل ككيان صهيوني ضد الفلسطينيين وضد العرب والمجازر التي قام بها، ليس ضد الفلسطينيين فقط، ضد العرب، لكن مع ذلك الآن التركيز على قضية أساسية اللي هو الإرهاب الإسلامي. وأخشى ما أخشى أنه أن تنجح الحركة الصهيونية في وإسرائيل في توظيف هذا الحدث لصالحها في المستقبل، على أساس يقولوا أنه هي حركة حماس إرهابية.
نعم. يعني احنا بنعرف قبل فتره اوروبا الاتحاد الاوروبي قال فكر انه والله شال حماس من انها كمنظمه ارهابيه، ان يحدث هناك في نوع من التراجع في المواقف الاوروبيه. بعرف الحركه الصهيونيه والاسرائيل بتشتغل بشكل يعني صحيح. مبرمج، وبالتالي في المستقبل يعني ان توظفها ايضا لصالح. يعني واضح انها استثمرت وربما خططت وهي المستفيد الرئيسي فيه. وهي المستفيد الرئيسي. استاذ صالح، يعني الحملة على الإسلام بدأت حتى قبل العملية هذه، شعرنا بالسويد مثلا، هجوم على المساجد والاعتداءات التي كانت على المساجد في أكثر من مكان وأكثر من زمان، رغم أننا في هذا التوقيت لا يوجد اعتداءات هناك في الغرب، يعني قبل هذه العملية ما في اعتداءات يعني نهائيا على الغرب، ولا حتى طائراتنا تقاتل معهم ونقصف معهم بعضنا يعني احنا من قاعدين نقتل بعضنا من خلالهم معهم، يعني في نوع من الحميمية في علاقة القتل اللي بيتعرض لها المسلمين. هذه الحملة يعني أيضا توقيتها بعيدا عن قصة الكنيس، يعني آسف القصة الصحيفية، قبل ذلك هناك حملة كانت على الإسلام، ما الذي يرعب لهم؟ ما الذي يجري؟ خاصة أنه يعني منطقتنا قاعدة بتدمر وبتموت، ويعني يعني أفهم كيف يفكروا الآن، يعني هل هناك تخطيط استراتيجي؟ ما الذي يعقب على ذهاب جثث خمسة؟ إلها معنى كبير عند الصهاينة. المعنى الرئيسي أنه الآن القدس يقولوا أنها قدس موحدة للكيان الصهيوني، ويعتقد جازمين أن هناك أصوات ترتفع بأن الضفة الغربية بما فيها القدس أنها محتلة بموجب قرار 242. هذا نص صريح وواضح في المسألة، ولذلك حتى يكرسوا أن القدس موحدة مع الكيان الصهيوني، ولتصبح القدس محج لكثير من عالم العربي، أن الضحايا التي وقعت في عالم في فرنسا وغير فرنسا هيهم موجودون هنا في القدس. فهذه رسالة قوية من الكيان الصهيوني للعالم كله. الرسالة الثانية مش قصة سأل الرسول، هي قصة لأنه كما تفضلت، لأن الغرب يعتقد أن الذي يواجه المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة هو المشروع الإسلامي العربي. هذا أهم خطر يهدد الكيان الصهيوني والعالم الأوروبي، أن هناك مشروع إسلامي. لو تولى المشروع الإسلامي قوة قاهرة، قوة قوية، بيستطيعوا أن يخلقوا معجزات. المشروع العربي الإسلامي هو الذي يقاوم، المشروع العربي الإسلامي هو الذي يحقق العدالة بين العالم كله، ولذلك العالم انتصر بسماحة الإسلام وقوة الإسلام وعظمة الإسلام ودستور المدينة اللي كان للمسلم واليهودي كدستور عالمي، هذا حقق الإنجازات. ولذلك يستهدفون بيوت الله. أنت ذكرت من مش من الحادث هذه الاعتداء الإسلام يا سيدي، بوش عندما دخل الحرب ضد العراق قال أنها حرب صليبية، ورئيس الوزراء بريطانيا قال هي حرب صليبية، لكن استعجل بوش بإعلانها بهذا، كان عليه أن يتراخى. ولذلك هم أعلنوا أنها حرب صليبية في مواجهة الإسلام، ولذلك جففوا المساجد ومنعوا الناس تطلع المنابر، والمساعدات لأسر الشهداء منعوها، ودخول أي مال مراقب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنت أودع إن شاء الله تصير معك مصاري، ودع لك 10,000 دينار في حسابك بتراقب وين بروح ومين جي. حتى مؤتمر القمة لما أراد أن يقدم الدعم لإعمار غزة بقرارات مؤتمر قمة لم تصل هذه المساعدات، بدهم يخنقوا على من العربي الإسلامي بحجة أنه هناك إرهاب. فهل الإسلام هو الإرهاب؟ الإسلام هو السماحة والدين والخلق. والله لو العالم طبق الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة كان العالم كله في سعادة ومساواة كاملة، أنصف الذمي وأنصف النصراني وأنصف اليهودي وأنصف إنسانية الإنسان وحقوق الإنسان. اللي بتتبجع اليوم دول علمانية ودول كفر، أنت بتضيق على المساجد وبتراقبها، وصار الملف الأمني هو الذي سيطر على الملف السياسي، وصار اللي يبدي رأيه حرية رأي يعتقل ويغتال الدساتير النظام العربي. بالأمس السيسي قال أن كنا نفهم منذ 15 قرنا وجد بعض العقائد في القرآن، النصوص المقدسة، النصوص المقدسة هي التي غذت الإرهاب. الله أكبر عليه، هذه غذت الإرهاب، النصوص القانون 15 بتغذي الإرهاب. ترى العملية جت يعني لو في فتوى شرعية، لو في أزهر يا أستاذ عمر، لو في أزهر وفي دائرة فتوى في مصر لكفرت مثل هذا القول. هذا تشكيك في ديننا وعقيدتنا، هم الآن يريدون أن يشككوا في عقيدتنا ويبعدونا. وما شاء الله ظلم المخابرات الأمريكية أكثر في العالم. اللي مطوعينها، أنت بتتذكر التقارير اللي كانت تصدر أن الزعيم العربي له راتب 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، ولذلك سخروها، والله هم الخسرانين. والله الأنظمة إذا كلما التصقت مع شعوبها هي القوة. ولذلك رسالة واضحة
انه الان انتم يا دول اوروبا الامريكا اللاتينيه اللي اعلنت طرد السفير واغلاق السفاره وهددت، انتم يا امريكا الان بترجعوا للامه العربيه والاسلاميه ترى كنت مستهدفين، بكره بيصفوكوا. بعدين اقول لك بايطاليا، مش بحكوا عن ايطاليا، منعوا اقامه صلاه العيد. تعرف زميل راح حضر يومها قال لي الكنيسه فتحت ابوابها واستقبلت وصلوا العيد في الكنيسه المسلمين المسلمين نعم. وفي الكنيسه هذا التسامح. احنا مع عمرنا اثنا الطائفيه ولا الجهويه ولا الاقليميه ولا كل هذا بديننا وعقيدتنا مش مسموح، وتصفيه الاشخاص يا ما الرسول صلى الله عليه وسلم هدد وقال اذهبوا فانتم مطلقة، هذا اسلامنا وهذا عقيدتنا. ولذلك اعود لكلمتك انه الاسلام هو المستهدف. نعم. لا اخوان المسلمين تقول اخوان المسلمين ولا فيضك ولا داعش مين انا وجد داعش ولا غير داعش ولا المقاومه. يا اخي الناس انفجرت. نعم. انفجرت ماذا في ظلم واستبداد وقتل. صحيح. اللي بالله عليك في الزعتري بنقتلوا بموتوا، واللي في سوريا بنقتلوا، وفي العراق طب غوانتنامو قديش، طب بناتنا بالسجن بغريبه يا استاذ، وين النداء وين الساميه اللي اغتصب من بناتنا، وين المظاهرات اغتصب من بناتنا، وين المظاهرات مسجد العامريه بالله عليك اطفال ونساء مزقوهم تمزيق. صحيح. والله اشلاهم انا شاهدتها لما رحت على العراق هنا على الحيطان يا استاذ قانا اطفالنا صبره وشتله مجازر بحقوق الانسانيه. انتم ما انتصرتوا الا واحد مجرم نازي هتلري مجند صهيوني رسم صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوجب على الساسة في فرنسا أن يعلنوا منعا باتا وقاطعا ونصدروا قانون. ليش ما يصدروا قانون؟ لازم يصدروا قانون. راح نحكي عن موضوع أثر التشريعات بس نروح لفاصل. بس ممكن تعقيب سريع. لا تعقيب درجع لك بعد الفاصل إذا في تعقيب على حكاية الأستاذ صالح. نعم. لا قبل الفاصل تفضل بعدين درجع لك سؤال فاصل تفضل. لا عفوا يعني إضافة اللي تفضل فيه يعني حقيقة يعني شيء مهم جدا أن نضيف إلى قضية أساسية بالنسبة لي. ننتقد الغرب باستمرار لكن مع الأسف بالفترة الأخيرة صار الهجوم على الإسلام داخل الدول العربية. نعم. وهنا خطورة. صحيح. يعني أنا بفهم الغرب يا أخي عنده عداوة تاريخية عداوة تقليدية ضد الإسلام، هذا شيء قبل حروب الصليبية حتى المؤسسات الرسمية الدينية تهاجم الإسلام. أما أقول بعض الدول العربية يحارب الإسلام وهنا أيضا لماذا وأصحاب العمم يهاجمون الإسلام يحارب الإسلام وأيضا تحارب المقاومة التي تقودها كمان التيارات الإسلامية وهنا كمان هذه بالطبع بحالها يعني لازم نحط عليها خطين. هو تكامل. مين أولى ولا قطعة مين أولى المفتي العام في المملكة يصدر فتوى بهذا المشروع وأنه هذا اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع معنوياته وينشرون. جابوا للدكتور احمد هليل وكمان واحد، طيب ليش ما جابوا لدائره الافتاء اللي بتفتي على الحبل والنابل؟ طب ما انتم حرمتوا المسيرات يا دائره الافتاء، ليش لهم ما تصدروا انه الاعتداء على رسول الله اعتداء على عقيدتنا وشريعتنا؟ نعم. حتى تريحوا المواطنين. ننتظر منهم موقف يعني ولا بتعرف مؤسسات احنا بدنا نحكي على الساعه دائره الافتاء بنروح لفاصل نروح لفاصل استاذ فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصله حوارنا حول مسيره باريس. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعود وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق والدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور أحمد سعيد. يعني بدي أحكي لك بصراحة أنه سمعنا منذ سنوات عن قصة قلق الغرب من قصة القنبلة الدكانية الديموغرافية، بمعنى أنه المسلمون يتكاثرون، هذا بفعل عادات وثقافة، يعني هناك ربما مؤشرات. هل أخذت بالاعتبار أنه الآن بمعنى خلينا نسميها افتعال احداث استثمار احداث لاعاده انتاج تشريعات لضبط ايقاع عدد المسلمين في هذه المجتمعات، خاصه انه في انتشار الاسلام ايضا، هناك في فكره الانتشار والدعوه هي ايضا قائمه، وانت عشت في هذا المجتمع، يعني هل هذه مخاوف حقيقيه قد تترجم احيانا الى تشريعات واستثمار؟ وعفوا بلا شك هناك في مخاوف حقيقيه. نعم. في اوروبا من انتشار الاسلام، يعني لاحظنا بعد احداث 11 سبتمبر يعني بدل ما يصير هناك يعني ردي بالعكس صارت عكسية. صحيح. يعني صار الناس يقرأوا عن الإسلام وشو يدخلوا بالإسلام. نعم. إن كان في أمريكا أو في دول أوروبا. وهذه الناحية الثانية أيضا بالمقابل يعني الأوروبيين يعني يبدو ثقافتهم ما عادت زي قبل، يعني يا الواحد يعني بجوز يعيش رجل مع امرأة بدون ما يجيبوا أولاد،
بينما في العالم الإسلامي لا، نحن بنفضل يكون عندنا 3 أولاد 5 أولاد إلى آخره. هذا بحد ذاته زي ما قلت في البداية، يعني سنة 25 حيكون من كل 5 أشخاص واحد مسلم في فرنسا في المجتمع الفرنسي. هذا بيعني هذه الثقافة، زي ما كان يقال ساركوزي كان يقول إحنا ما بنا إسلام في فرنسا، بنا مسلمين فرنسيين. بمعنى يعني يريدوا أن يعني غسيل دماغ أن يصبح هؤلاء جزء من الثقافة الفرنسية. في تناقض حقيقي يا أخي بين الثقافة الفرنسية وبين الثقافة الإسلامية، يعني في تناقض. أن تأتي وزارة الداخلية الفرنسية وتمنع الحجاب مثلا، هذا بطبع بداية الشعور الداخلي لدى قيادات فرنسية من الإسلام. وهذا بطبع انتقلت إلى عواصم أخرى في أوروبا. إذن في محاربة للإسلام، وهذه ناحية. ناحية ثانية أيضا يعني يبدو في هناك جهاد داخل فرنسا وفي أوروبا تغذي، ومن وراءها الحركة الصهيونية وإسرائيل. أنا أرى أن في قوى متطرفة داخل حتى المسيحية، لاحظ في قوى متطرفة. بس يعني أنا بدي أشير لنقطة مهمة على أساس أنه التمييز ضد الإسلام موجه أيضا ضد اليهود، لاحظ. يعني الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد اليهود وضد الإسلام. هذه الناحية أنا لا أنظر لهؤلاء. هؤلاء معروف أنهم متطرفين ويشكلون يعني 10% 15% من المجتمع الغربي، أقلية. لكن أخطر من ذلك أنه أن تسن أنت تشريعات زي ما تفضلت، تشريعات أوروبية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل أن تحد من انتشار الإسلام، وأيضا من يعني من مهاجرين مسلمين أو عرب إلى فرنسا أو الدول الأوروبية. إحنا بنلاحظ بالفترة الأخيرة، طيب يعني هل يعقل من بنى الحضارة في أو بنى يعني البنية التحتية للكثير من المنشآت أو المؤسسات الفرنسية هم من العرب من شمال إفريقيا؟ لما كانت هذه الدول خاصة الجزائر جزء من فرنسا، كان رئيس فرنسي ميتران وزير الداخلية كان يقول أن الجزائر فرنسية كما هي باريس فرنسية، بمعنى أنه الجزائر كانت جزء من فرنسا. هؤلاء الكثير من الجزائريين أن يعيشون زي ما قلت 6 ملايين، أن تأتي وتقول هنا الإحساس بالخطر، وجودهم حجمهم طبيعة يعني الأتراك في ألمانيا قوة عاملة ويعني مخيفة. أنا قرأت كتابات كثيرة تحذر من نموهم وصعودهم، يعني أقصد الصعود الديموغرافي هنا. يعني أنا أضيف اللي تفضلت فيه على قضية تركيا، يعني أنت بنلاحظ أيضا أنه لماذا الاتحاد الأوروبي يرفض دخول تركيا الاتحاد الأوروبي؟ واحد من الأسباب 70 مليون بقول لك يدخلوا. يعني 70 مليون برضو هؤلاء برضو يشكلون في المستقبل يعني جزء من الكثافة السكانية. إلى جانب أيضا أنه اللي بدهم يدخلوا للدين الإسلامي وأيضا مهاجرين جدد في داخل أوروبا. إذن في تخوف حقيقي، في تخوف حقيقي. والآن أن نأتي في هذه الظروف الإساءة للإسلام يعني من قبل صحافات، يعني أنا مع حرية الصحافة بلا شك، لكن برضو في أصول. يعني الآن لو يأتي واحد ينتقد الدين اليهودي أو يرسم رسوم، لا ونحن ضد هذه الأمور، لكن أن يأتي في صحيفة فرنسية بما فيها هذه الصحيفة الفرنسية ويشير إلى ديانة أو الحركة الصهيونية بشساءة بسيطة، هذا رسم صورة هيرتز اللي تقوم الدين يوم يعني ثاني يوم بيغلقوها الجريدة. أين فرنسا عاصمة الثقافة وعاصمة الحريات الأخرى؟ إذن هناك ينظرون للأمور نظرتين، نظرة التخوف من الإسلام هم الآن بيظهروا لك يا حانيا، لكن يخشون في المستقبل أن يزداد يعني انتشار الإسلام وبالتالي تصبح كارثة على الثقافات الغربية في داخل أوروبا. لكن هل بعد هذه الحادثة تستشرف تشريعات في فرنسا يعني بدأت تكون أكثر قسوة على الموجودين، خاصة أنه في ناس مسلمين كثير ما هم جنسية أصلا فرنسية؟ يعني اليوم مخالفين. اليوم الجمعية الوطنية الفرنسية لأول مرة إذا سمعتوا نشدوا النشيد الوطني الفرنسي، هذا لم ينشد في داخل الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 1918. يعني بالحرب العالمية، بعد الحرب العالمية الأولى عدنا لهم وطنية المرة هذه. صور لثاني مرة، مما يدل على أساس أنه الآن يعني برضو الشعور بالقومية الفرنسية والوطنية الفرنسية، أن داخل كل النواب الفرنسيين أن ينشدوا النشيد الوطني، هذا بالطبع يدل على أساس تخوفاتهم. إذا التماسك ضد من؟ ضد مواطنهم المسلم هكذا؟ أنت لا تنظر أنه هذا المواطن، تفكر أنه وزير خارجي وزير داخلي في فرنسا ينظر إلى المسلم أو إلى الفتاة المسلم المحجبي أنه مواطنك لها كاملة الحقوق؟ تأكيد هذا بالطبع، إحنا كنا نتمنى يعني ذلك، لكن يتحدثون أو يتبجحون بالحريات داخل هذه المجتمعات، لكن في الواقع هذه الحريات كما هي حريات في داخل الكيان الصهيوني فقط لليهود. أيضا في أوروبا الحريات أيضا تركز فقط على فئة معينة. يتقنون ما قاله أرسطو ربما السادة والعبيد بشكل يعني جيد. هذه واضحة. يعني أعود لك أستاذ صالح، قصة أنه نطلع مظاهرة
يعني بتشبه المقاربة الأمنية فقط. يعني لم يفكر هؤلاء لماذا سلك هؤلاء هذا السلوك، لماذا يحدث القتل بهذه الطريقة، هل هناك ظلم، هل هناك دعم للاستبداد في مناطقنا، هل هناك نهب لخيراتنا. يعني الغرب رغم أنه يوصم بأنه علمي، يعني العلمية موجودة في الغرب في كل المحطات وفي كل التفصيلات حياتهم، يعني القراءة العلمية وليست القراءة أحيانا الماورائية، يعني ومع ذلك لا يفكرون بالأسباب التي استدعت وجود الإرهاب والتطرف إن كان موجودا بهذا الشكل. لماذا يغيب هذا المشهد عن الغربي؟ لماذا أصبح كحكامنا أمني فقط؟ أشكرك أخي عمر. الحقيقة أريد أعرج عن ما قال الأستاذ الصديق، نشوف في تطبيق بالتشريعات والقوانين في الغرب على الإسلاميين في كل مناحي العالم قد تم في فرنسا وغير فرنسا. نعم. الحجاب تذكر منعه، وأنتوا يا أم الديمقراطية وأم الثورة الفرنسية 1789 من بداها كل جماعة سياسية لا تحترم الحريات ولا حقوق المواطنين، هي جماعات غير حرة وغير سياسية ولا تؤمن مبدأ الفصل. طب أنتوا ليش ما تمارسوا على أرض الواقع؟ هم خرقوا، معناته إحنا ضيقوا علينا حتى بناتنا وأعراضنا ممنوع، أما أن يلبسوا أي لباس يشير إلى غير الإسلام هذا مسموح فيه. هذا هاي نقطة. النقطة الثانية بالله عليك مرينا عليها مرور الكرام والدكتور أحمد أشار لها، طب هو عالم العربي هو الآن بحرب الإسلام، لأني باعتقادي لو طبق الإسلام ما بظلش ولا زعيم عربي على الموجودين. ثانيا أنت لما تعلم بالله عليك في أوروبا عندنا 82 جمعية بتقدم المساعدات في أمريكا وفي بريطانيا وفي العالم الأوروبي، أنا بضعها على قامة الإرهاب، جماعة مسلمين بخافوا الله بيساعدوا الناس اللي بيجي عليهم، الطلاب، الناس بحفظوهم القرآن بيستقطبوهم، ناس صارت أسلم على إيدهم نشر الوعي، أنا بحطهم على القائمة 82 جمعية كير بتساعد اللاجئين بتصور هذه صارت على قائمة الإرهاب وضعوها دولة بس مسموح لها في السويد مش مسموح لها بالعالم العربي تصور. نعم. هذه المكان مكانين. بعدين يا سيدي اللي بتتفضل فيه نقطة رئيسية وجوهرية، أنا باعتقادي أن الغرب وبعدين في العالم كله أكثر منطقة ديموغرافية بالسكان هي المناطق الحروب. نعم. ولذلك تشاهد غزة إذا لاحظت تصل مواليد 4 و5 و6. نعم. الأم الغزاوية تلد 5 و6. أها. بستشهد واحد تنجب الأم 5 و6. نعم. وهذا مش عليهم 5 و6 بفضل الله. ولذلك الديموغرافية في كل فلسطين متقدمة سواء في القدس. صحيح. أو بال48 محتلة أو كل مناطقنا، فالديموغرافية وين ما بتكون حروب كثيفة بتكون نسبة إنجاب. وأهلنا في غزة ليش اعتبروا غزة عبء على الكيان الصهيوني؟ قد ما فيها إنجاب وقد ما فيها مقاومة وبطولة. لذلك العودة إلى سؤالك إنه 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 السؤال أستاذ عمر. نعم. يعني لماذا لا يبحثون الأسباب العلمية؟ أسباب لا. أولاً أسباب أولاً أنت قلت وبعدين فرنسا بالذات، تعرف فرنسا أخي عمر تأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. نعم. وفي ألمانيا تأخذ بالفقه بمذهب الإمام مالك بن أنس. نعم. والوسطية وحل النزاعات أمريكا بتدعو لها، فإجا قاضي من قضاتنا الأردني لما راح قال هذه عندنا من 14 قرن وين أنتوا رايحين؟ حل فض المنازعات هم بأخذوا من عقيدتنا. في أكبر جامعة في أمريكا مكتوب عليها آية قرآنية، وفي مستشفى في ألمانيا مكتوب، ثقافتنا وحضارتنا هنا. هم إذا عندهم علم فهم يفتقدون إلى الأخلاق. ما عندهم أخلاق. غوانتنامو هذه أخلاق. نعم. طائراتهم تقصف شعبنا في كل العالم طائراتهم، ثم يريدون أن يستعمروا العالم العربي والإسلامي من خلال إرسالهم لاحتلال العراق وبغداد وكل عالم من العربي ليسيطروا على منابع البترول. نعم. ويعيد الاستعمار من جديد. الاستعمار إذن المصالح هي طغت. المصالح طغت. نعم. والآن هم يستخدمون الأنظمة العربية أدوات. نعم. لتحقيق المكاسب ولخدمتهم. وعندما يقوم هؤلاء الأنظمة واللي بحذرهم من تنفيذ هذه الأدوات بأي معركة بتخلوا عنهم، وبتعرف هذا من هم الصدقة لا في أمريكا ولا لهم صديق. إحنا شو إنه مصلحة بالله عليك لما نقول هذه الحرب ليست حربنا، بيطلع علينا الطوابير الخامس وجحوش الاستعمار بيقولوا لا هذه حربنا. وأوباما يا دكتور يا أستاذ عمر يرفض المشاركة إلا بعد أن تتقدم العربية، تقدم الدول العربية، ويرفض أن يدخل الحرب يقول هذا مش حرب. 30 سنة بدنا نحارب 30 سنة. أما ليبيا اجتاحوها بخلال أقل من أسبوع، وأنا سمعتها من وزير خارجية بقول أمريكا فرنسا ضغطت على ليبيا. نعم. على فرنسا مشان. نعم. تدخل الحرب ضد. نعم. ليبيا. نعم. قصفت في ليبيا معناته قصف في ليبيا وقداش استعمر وهو جيش ضخم وسيطروا عليه خلال فترة. انتم بتقولوا كمان 30 سنة حتى تحققوا مكسبكم ذاك ونقدم تضحيات لشعبنا؟ طيب بالله عليك معاذ،
كسبة ما هز ضمير الشارع العربي والسلام، سواء اللي اختلف أو اتفق مع إرسال قواتنا، لكن والله قلوبنا احترقت. صحيح. قلوبنا احترقت، وانت بخلات الحياة صدعت، وكان رأي الشارع موحد بكل قوة أننا نطلب أن يدخل سبيل معاد الكسافس لأنه هذا ابننا وكذا وكذا، رغم أنه هاجمنا الكذا وكذا، لكن ما طبنا والله بابننا، ولا طاب إلا حدا يقدم ابنه ضحية في سبيل إن حرب مش حربنا، ونقدم أبناء ضحية في هذا السبيل. وبتعرف توحد الشارع الردود كله بكل أطيافه وكل سيئة، ومن منبر كهون بنقول معاذ الكساس يجب أن يطلق صراعه. وجهنا نداء للحكومة، قلنا وسائل الإعلام يا أستاذ والحكومة صارت تثبت كانها بتقول اقتلوه، يعني مش هيك السياسة، خففوا شوية، خلينا نعالج موضوعنا بحكمة وسياسة راشدة. لذلك سيدي البخطب عروس بسبش عبوها، يعني بالله عليك، بالله عليك، لما يصير تنسيق أمني، هذيك اليوم كان تنسيق أمني بيننا وبين كيان صنع، وسلموا أبنائنا من أبنائنا اللي بيعتقلوا في الضفة الغربية بيجوا بيلقوا القبض عليه هنا، هذا تنسيق أمني. ودانية توم إذا بتعرفوا اللي اعتدى على خالد مشعل موجود، كان أنا تعرف إنه بعض الدول العربية حكام الدول العربية بالمخابرات الأمريكية بعد 50 سنة أعلنوا أن راتب زعماء الدول العربية رواتبها 2 مليون 3 مليون نتيجة العمالة اللي طلعت كشوفة كتبت في كتب يعني. بعدين أنت أشرت لنقطة رئيسية وجوهرية، مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب سيدي، من يقول إنه مكافحة الإرهاب؟ هسه محكمة أمن الدولة ما شاء الله قديش عندنا قضية، قضية زكي بن رشيد قرأت 5059، يعني أرقام 5000 مذهل يا أستاذ. نعم. هذا هل بخدم الملك؟ بقول هيبة الدولة، مش خطب اللي بوجهها. نعم. للحكومات، هيبة الدولة بالعدل والقدوة الحسنة والمصداقية، وليس بالإرهاب، وليس بالإرهاب. طيب أنا لما أقول هذه الرسالة كنت لقفها، أنا أحسن أقاوم واستعمل مع شعبي براحه وضمير وحقوق ومساواه وعدل، ولا استعمل القوه والعنف؟ لذلك سيدي باخذوا مبالغ على من يقاوم بمسمى مقاومه الارهاب. نعم. وتعشوف ابنائنا يا حرام اللي بيصلوا وابن بيتعبدوا وايدي متوضا بيطلعوا بصلاه الفجر، هذا المراقبه. اما الكازينوهات والملاهي والمراكز تركينها بمدينه بشارع مدينه المنوره ومكه، والله يا دكتور لا انا ولا انت بالطيقه، هذه مش مراقبه. صحيح. صحيح. واللي بيطخوا اخر الليل وبيفزعوا انه مش ارهاب، هذا. نعم. هذا الارهاب بعينه. طب انا بالله عليك بشارك في مسيره بتخليني اضع العوده، نتنياهو الارهابي تحدى مشاعر الاردنيين واتهم انه الاردن الوطن البديل، انا بروح وبشارك في مسيره. نعم. امامه امر. بعد ذلك اتقوا الله. نعم. المطبخ السياسي والمجلس الامن القومي ان يتق الله في الوطن والمواطن، احنا ابناء الوطن، احنا امن البلد واستقراره وسيادته في قلوبنا وعقولنا، ما بنحب تمس البلد، لكن اقبلوا راينا، اقبلوا سياساتنا. ليس كل من يعارض يعارض، امبارح عارض مش هيك اساس؟ صحيح. لكن كساس لما شاف والله كنا صف واحد يا دكتور. رح نرجع نسالك عن المشاركه في عمليه الارهاب، لكن بدي اروح للدكتور احمد نوفل. موضوع، انت خبير بالمجتمع الفرنسي، ايضا كنا نسمع ان هناك تهميش، هناك ظلم اجتماعي، هناك حتى يسكنون في مناطق مختلفه، مناطق مهمشه، احياء، قصة الاندماج الاجتماعي، يعني هذه قصة يعني من 10 سنوات بجوز أنا بسمع فيها. نعم. في فرنسا حديث عن هذه القصص، ولم تقم فرنسا كحكومة وكسياسات ولا تشريعات ولا عدالة في توزيع الموارد، كل هذه التفصيلات أيضا لماذا لا تبحث حينما يأتي أحدهم فيرتكب مثل هذه العملية على اعتبار أنه ارتكبها؟ يعني لماذا مرة أخرى المجتمع الفرنسي يبتعد عن العلمية أو القساس الفرنسي ويأتي إلى توظيفه من خلال المصالح، خاصة أنه البيئة ممكن تنتج مرة أخرى فعل اخر مشابه لذلك؟ يعني فعلا انا اعتقد انه يعني معظم العرب او المسلمين. نعم. يسكنون في ضواحي بسموها الضواحي. آه. باريس. صحيح. بمعنى خارج باريس. يعني وليس داخل العاصمه الفرنسيه، وهذه المناطق بعيده عن. زرتها انت دكتور احمد او يعني؟ بالتاكيد. نعم. يعني عده مرات. يعني في قصص كثيره في هذه المناطق، لكن المهم يقال انها زقاق واحياء يعني. يعني كيف. نعم. القبور المساكن في القاهره. نعم. يعني المناطق فعلا. نعم. يعني عشش وبنايه. نعم. قديمه، وحتى ما فيش خدمات. نعم. والذهب اليها كمان، يعني حتى الشرطه والامن الفرنسي جريمه مخدرات الى اخره، انه فعلا يعني. نعم. مكان موبوء الى اخره، ويعني عند ان تقول انه انا ساكن في هذه المنطقه في الضواحي، وكان حطيت عليك كويستشن مارك. نعم. من قبل الاجهزه الامنيه. هذه ناحية، الناحية الثانية كمان يعني أنا بعتقد المسلمين في فرنسا بدأوا بالفترة الأخيرة أيضا نظموا أنفسهم. نعم. سياسيا، يعني أنا أعطيك مثال لو سمحت. خلال الانتخابات الفرنسية السابقة اللي كانت بين جاك شيراك وبين ليونيل جوسبان. نعم. جوسبان كان من حزب اشتراكي، شيراك كان من حزب الديبوري، كلاهما نزل في انتخابات، كان سبب سقوط
جثمان موقفه من القضية الفلسطينية وبالذات من حماس. نعم. لأنه جثمان زار جامعة بيرزيت قبلها بفترة في تل أبيب تحدث على أساس أن حركة حماس حركة إرهابية. نعم. وأيضا انتقد حزب الله بذكر في ذلك الوقت. عند ذهابه إلى القدس جامعة بيرزيت ضربوا بالبيت صحيح معروف. وهذه أثرت هذا الموقف بعد سنوات صارت الانتخابات. نعم. انعكس على تأييد الرأي العام الإسلامي في فرنسا ضد جثمان. بينما جاك شيراك بالمقابل ذهب إلى القدس. تذكر وقتها كمان لما صيع على الأمن الإسرائيلي لما كانوا في شوارع أزقة القدس القديمة قال لهم أنا أرفض هلا برجع على باريس مرة ثانية وبصوت متهدد. نعم. إلى آخره. هذا الموقف أيضا يقال أن سبب نجاح شيراك في الانتخابات هو الصوت الإسلامي في فرنسا. نعم. إذا صاروا يشكلون فعلا من مجتمع سياسي يعني بدأ وعي يعني الوعي حقيقة. أنا أرى بأنه يعني أنا يعني عدة مرات كنت أذهب إلى هذه المناطق في وعي. أولا هم يشعرون أنهم هم مهمشين. وكمان يعني العديد من هؤلاء تركوا الدول العربية مع الأسف بسبب أسباب اقتصادية وممكن أسباب سياسية. نعم. لكن يعني أنا مرة كتبت مقال بالسابق إنه هل يعقل هؤلاء أن يأتوا إلى ضواحي باريس يعيشوا هذه العيشة المذلة بينما الدول العربية الخليجية يعني تمتلك وتستعين بهنود وباكستان من أطراف مختلفة. شايف هذه الناحية. الناحية الثانية أنا بدي أعود مرة ثانية لو تكرمت بالنسبة لقضية المظاهرة. يعني هذه المظاهرة فلتكن كما هي عليه، لكن هل يعقل أيضا الرئيس الفلسطيني الذي كان يمنع المظاهرات الفلسطينية المؤيدة فعلا المؤيدة لدعم المقاومة في قطاع غزة خلال عدوان 50 يوم على قطاع غزة أن يذهب ويشارك في هذه المظاهرة إلى جانب نتنياهو الذي قاد العدوان على قطاع غزة في الوقت الذي هو كان يمرفض أن يأتي إلى قطاع غزة خلال عدوان أو أن يسمح بهذه المظاهرات وأن يقود هذه المظاهرات ويسجل موقف، لكن أن نذهب إلى باريس آلاف الكيلومترات مشان نثبت حسن نيتنا تجاه فرنسا وتجاه الرأي العام الفرنسي. هذه بطبع قضية مذلة أنا بعتقد ولا بد أن تصار مذلة لي. أيضا فيها رسائل سلبية تجاه الشعب جداً الفرنسي. جداً نعم. عيب. ماذا تقول عنها أساسا؟ عيب يعني. والله مؤسى يعني ما هو شعورك يعني ومحمود يعني عباس يسمح بمظاهرة له في باريس لما تدمر المساجد عيب. ويضرب الشعب أهلنا في غزة في أسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا والقنابل العنقودية وتدمر المساجد والمستشفيات وبتستغيث بناتنا وأعراضنا بأن يقف محمود عباس ولم يقف ولم يحرك ساكنا بل بالعكس ازداد تنسيق أمني وقمع للمسيرات والمظاهرات كما ذكر واعتقلوا حتى الأسرى حتى الأسرى اللي أطلق سراحهم العدو الصهيوني أعاد توقيفهم وقمع رهيب جدا يعني مش معقول. ثانيا ولذلك بناتنا ونسانا بلدوا لما شوفوا واقف حاط كتف بكتف تبعت ألمانيا ميركل. وبعدين في بنات هذولا ولا أنا رقبت المشهد يا أخي عمر معظم النسوان هذولا صالح ذكرك الملاحظة ترى احنا ما رقبناش النسوان لا رقبتهم رقبتهم لا تزعل عليهم عماد بوسهم قبلهم نادر ما ترك واحدة منهم. نعم. طيب أنا بدي أسأل سؤال جانب أمني يا أستاذ أنا بالله عليك يا أخوان خليه يحلوا اللي بيحللوا. طيب ناس نزلوا بالشارع العام وحملوا هالكلاشينات وهالمسدسات ودخلوا وناس وصاروا يصرحوا ويمرحوا بالشارع يقتلوا ويطلعوا وراح كملوا عليه وهو مرمي على الرصيف. طيب هذا مشهد وين الجهاز الأمني وين الاختراق الأمني الشديد المبكون بينما إذا بتشاهد 1.5 مليون شارك وخمسين أو 55 زعيم أو أنت بسموهم زعيم من شارك بهذه المسيرة كيف أنت سيطرت عليها وما تم فيها اختراق معناته الأمر مبيت وإذا كان بإمكانهم اختراق زي ما صور الطيارة اللي لما قصفت البرج مجهزينها وعادت الدول كلها أن تحقق وراحوا رموها على القاعدة وما قاعدة وقامت هذه الدنيا ولم تقعد. لذلك سيدي أنا باعتقادي العملية هي مع احترامي إذا كان هناك قصد حسن إن شاء الله يكون ذلك وهذه رسالة للغرب. نعم. ترى والله هذه رسالة لهم إنه الناس غيرون عدينهم على عقيدتهم. طبعاً. وأنتم تكون تبعدوا الإسلام والله الإسلام سينتصر وبقوة مهما ضيقتوا عليها مهما ضيقوا النظام العربي عليه الإسلام سينتصر بإذن الله والله سينتصر مهما ضيقوا عليه مهما ضيقت أنظمة العالمية اللي بيضيق على المسلمين والله ربنا بيضيق عليه والله العظيم الشعوب والأنظمة الأنظمة ليس لها قوة إلا بالالتصاق مع
شعوبها، وهذا هو النص الحقيقي لها. أما أن الآن يتاجوا بهذه القضية وبس مشان أتصور وأنا أقول والله حققت مكاسب لفرنسا وغير فرنسا، ما هي فرنسا اعتدت على الحريات قصفت شعوبنا كما قلت، وأمريكا أبو أوباما الفيتو مارس الفيتو على متهمش أن تشترك، وقفوا المساعدات على المحكمة الجنائية الدولية ووقفوا القروض. بس بذكر هذيك اليوم سمعت قصة أنه على محمود عباس، طيب محمود عباس ما بيحقلوش يجتاز الحواجز صحيح، يحتاج الحواجز، ركب مع وزير الخارجية الأردني وطلعوا بده يتسلقوا كل حاجز أستاذ عمر وقفوا. نعم بالأخير قال لناصر الجودة قال له بدي أنا أطلع من سيارتي وأركب معك بالسيارة حتى ما يوقفوناش. يعني هذه واقعة واقعة أساسية. فلذلك سيدي أنا باعتقادي هذا درس للعالم العربي ودرس لأمتنا العربية الإسلامية ودرس للنظام العربي أن يتقوا الله ويخلونا مع المعارضة، خلينا نشارك بقراركم، خلينا نخدم وطننا، خلينا نخدم أمتنا، والله أننا جميعا مستهدفين، والله العقيدة مستهدفة، ولا تفرطوا بدينكم ولا بعقيدتكم يعني ولا بشعبكم ولا كرامتكم. ستبقى توجه نداءات لكن هل يتعلموا الدروس؟ النداء أنا ما ضلش معي وقت طويل، لو ناديت حيا ولكن لحياة أنا معيش حرية المواطن يا أستاذ، حريته وكرامته فوق كل شيء بالدنيا، لا تهينوا مواطنكم، كرامة المواطن الأردني عزيزة وما بتنذل، والله غير كرامتنا نطلع، والله سنبقى ما دمنا على قيد الحياة نقول الحق ونعارض سياسات وننتقد سياسات مهما قيل عنا ومهما بلشوفينا، لكن إحنا أبناء الوطن وحريصين عليه، مش على أول طائرة، مش قضايا فساد مع الوطن ومؤسسات الوطن وعلى أول طائرة ومجندين إلهم أجندة خارجية وما بتاخذوا قرار إلا مراجع السفارة البريطانية. أول قرار للسفير الألماني لما انتقد الإعدام شو قال؟ هذا عمل غير أخلاقي. نعم. شو عملنا له؟ نعم. أهلونا والسفير البريطاني شو عمل؟ يا أخي احترموا مشاعرنا، اعتبروا إن دولة ذات سيادة وحقوقنا، هذه نص دستوري بحمل دستوري الأردني وبقول هذا اللي بحميني، بينما اليوم مزقوا الدستور الأردني. نعم. راح أرجع لك في سؤال أخير لكن بدي أوجه سؤالي الأخير للدكتور أحمد سعيد نفر، ربما هناك جدل كبير، لماذا نقف هذا الموقف كشعوب من الغرب؟ هل هو محمل بالأيديولوجيا أم أنه نتيجة السياسات الخارجية؟ طبعاً هو محول نتيجة سياسات خارجية، انحياز تجاه الإسرائيلي، انحياز أيضاً تجاه النظم الاستبدادية. هل ممكن أنه مرة ثانية يعني يقول لا هؤلاء أيديولوجيا يكرهون الغرب؟ لماذا يكرهوننا ضمن هذا السياق؟ العمليات مثل هذه توظف بهذه الطريقة الفكرية الثقافية، نحكي عن نخب حتى مجموعات بشرية. يعني إحنا دائماً نسأل دائماً السؤال، لماذا يسأل دائماً الغرب لماذا يكرهوننا كغرب؟ السؤال الآخر، هل الغرب يحبنا؟ نعم. أنا بطلع عليه سؤال، لماذا نكرهكم مثلا؟ يعني هو يعني لماذا بالشرق يكره الغرب؟ هذا يعني وكأن الغرب بموت بالشرق، بموت فينا بالحق. أنا أعتقد يعني التاريخ القديم حقيقة كله عبارة عن صراع كبير بين الشرق والغرب، وخاصة أن هناك الفتوحات يعني من أيام الإمبراطورية الرومانية والاستعمار والحروب الصليبية وإلى آخره إلى وقت الحالي، الغرب يتآمر على الشرق قبل الإسلام على فكرة. يعني إحنا بصراحة ليس فقط مرتبط بالإسلام، وزاد الأمور تعقيدة أكثر وكرها من قبل الغرب لما جاء الدين الإسلامي، وهذا بالطبع شيء طبيعي، خاصة أنه الإسلام وصل إلى بواتيه إلى جنوب فرنسا، يعني وصل إلى داخل فرنسا، هذا بدل على هذا الصراع، أنه هل يعقل أنه تيجي دين يحل محل ديانات أخرى ويفرض نفسه في هذه المنطقة ويصل هذا الدين إلى أوروبا؟ هذه الناحية. الناحية الثانية يعني إحنا دائما نحاول أن نمسكر أنفسنا، لا هل المفروض علي وعليه شفناه بالمظاهرة نسبة حسن السلوك إلهم؟ صحيح. ليش؟ صحيح إنه أنا بهذا الشكل، أنا هذا بهذه العقيدة أفتخر فيها. أنا مش بضرورة أثبت لك إنه أنا بريء من التهم التي تعطى علي أو تتهم بها، أنا بريء لأنه أنا مستهدف زي هذا الإنسان الذي موجود في ضواحي باريس. بمعنى أنه يعني لو تجد الأنظمة العربية بصراحة حتى نختم، الأنظمة العربية تحترم شعوبها، الآخرين بيحترمونها، لكن أنا أرى في الواقع زي ما قلت في الأول وأتفق مع الأستاذ صالح إنه فعلا إحنا منذ البداية نتحدث عن هذه الأنظمة، الأنظمة لا تحترم شعوبها، وبالتالي هذا ينعكس على الآخرين، إنه هل يعقل إنه واحد جاي من شمال إفريقيا لا يحترم في بلده أن تطلب من الفرنسيين أن يحترموا؟ يعني هذه واضحة. إلى جانب يعني الأنظمة تحاول تظهر بأنها نحن خنوعين، نحن محترمين، نحن عندنا ثقافة غربية، وبالتالي يعني مشان الله يعني نساعدونا بهذا الشكل، ليس تدار العلاقات الدولية بهذا الشكل، بل بالعكس من منطلق القوة. أنت لما تكون عندك موقف وعندك مشروع قوي في المنطقة، الآخرين بيخافوك. أما لما تحاول تثبت نفسك أنك أنت عكس ذلك، بالطبع لا حدا يحترمك ولا حدا يقدرك. ذكرتني لما استشهد محمد الدرة
كان تصريح الرئيس الامريكي لاسرائيل حق الدفاع عن نفسه. صحيح. في حين تخيل لم يعني قصه مسك مش موجوده عندها للاسف. المظاهره اثبتت غير ذلك. بدي اختم معك بسؤال بدقيقتين. نعم. الاردن كثير غرقت في قصه مكافحه الارهاب لدرجه انه صرنا نشعر انه هذا يعني ثوب يعني اتسع علينا جدا. هل ترى ذلك؟ لماذا نغرق جدا أكثر؟ جدا بدقيقتين استاذ. اولا وضع تشريعات وقوانين. نعم. عمل قانون منع الارهاب، ثم عدل قانون منع الارهاب، وصار حتى حريه الراي والتعبير تنطلق كما قلت في بدايه حديثي. وهذا تشريعات مستورده اصلا انه وغير مقبوله لا دينيا، احنا دين الدوله الاسلام، والمقاومه اصلا مشروعه في مواثيق الامم المتحده واتفاقات الدوليه مشروعه. نعم. حقوق الانسان مشروعه، تدافع عن بلدك، انت لم تقاوم. ثانيا عملوا قانون وعظ الارشاد مشان الحجر على قانون الافتاء، ممنوع اي عالم يخالف شخص او جماعه مقصود فيها الجماعه الاسلاميه يبدي رايا او مشوره. انت بتحجر على عقيدة، باب الاجتهاد مفتوح لكل العالم. ولذلك في تضييق شديد جدا وظلم، ظلم شديد جدا على حقوق المواطن الاردني المرعوب، اعدموا الحريات وحقوق المواطنين، يعني دمروا الدستور. لذلك انا دائما بقول في لقاءاتي اعملوا جمعيه لحمايه القانون الدستور من تغول الحكومات والسلطه. لا تزال السلطه التنفيذيه هي اللي بتضع محكمه من الدوله وهو بيعين القضاة فيها، ولا يزال قانون منع الارهاب يا سيدي بالماده 103.8 تعكير صفوه العلاقات، يجد ماده عدلوا بالدستور بتغنوا في ماده 128 بيقول لك الا تمس الحقوق المكتسبه، عملوا تعديل الدستور وتغنوا في مجلس النواب قالوا الإرهاب والتطرف والمخدرات وتزييف العملة وهذه حصروها قيدوها في صلاحيات أمن الدولة. تعرف يا أستاذ عمر كلها قبل ما يصدر قانون منع الإرهاب وقيدوه بخمس تهم الإرهاب والخيانة، ربطوها قبل ما يصدر. عملوا قانون منع الإرهاب صدر في 1/6 بالجريدة الرسمية ليتزامن قانون محكمة أمن الدولة مع قانون منع الإرهاب. شو هذا؟ هذا تدمير المؤسسات. بس أنت ما شفيت غليلي، أنا ناهيك التشريع الداخلي، سياسات الخارجية إن شاء الله يصير طقة ببروندي كأنه إحنا يعني وصيين على مكافحة الإرهاب، نتحرك بكل مكان. مصيبة هذه. فصفاضة صح؟ مجرم. علقت عليها بنص دقيقة بدي أنهي. هذه اعتداء على السيادة بلدنا. إحنا ليس مطلوب منا أن نحمي العالم كله. تنحصر مهمة جيشنا بالدفاع وسلامة المواطن، هيك الدستور. نعم. هيك الدستور. أما أنا بفتح 100 جبهة ما إلي في العالم إلا كان أنا كاني وصي على العالم كله. نعم. والعالم شو مقدم لي شيء؟ ظلمني، أنا عندي مديوني 24 مليار، شو قدم العالم؟ أنا دول الخليج، أنا بحمي دول الخليج، دول الخليج إذا أمريكا ما طلبت منهم يعطونا ما بعطونا ولا فلس. نعم. لذلك أنا باعتقادي يجب إعادة النظر في السياسة الداخلية والخارجية وإعادة تشكيل حكومة. لا بدنا وزير خارجية الآن اللي كبل الأمة بمصايبها ومش شاعرين إنه له موقف واضح وأصبح ناطق رسمي على الكيان الصهيوني بما يصرح به، ولا حكومة الآن. نعم. كثر خير النفط اللي خففوه علينا حتى ريح مسكينة بهالشتاء وهالثلج، البنت والمرأة اللي اسطوانة الغاز ولا السرر ولا البنزين يا أستاذ، مظلومين والله بالوطن. نعم. والله الوطن بيستاهل منا كل إنه نخدمه. نعم. ونقدم له واحنا حريصين عليه والله. نعم. وحريصين عليه لست قرون. معروف والله. يا مطبخ سياسي بلدي، لا أريد أن يكون مطبخ سياسي بلدي مشحوط، أنا أريد لمطبخ بلدي أن يكون نبض الشارع وهم المواطن والمواطن، نشعر القوة والأحزاب أن تشارك في صنع القرار. لما أنا وإنت نشارك في صنع القرار والأحزاب والنقابات نصبح جزء من القرار، ندافع عن هذا القرار. صح. ومنتحمل مسؤوليته. أنا بدي أشكركم، وبجوز أنا يعني هو يحكي الأستاذ صالح بقول فرنسا ربما هذا اللي رسم كاريكاتير على النبي صلى الله عليه وسلم جاب الدب لكرمه. اه والله يعني صحيح. لذلك احنا كمان ما نوسعش كثير البكار وما نجيبش الدب لكرمنا، هذا يعني لازم نتعلمه. واحده من الدروس التي حدثت في فرنسا. اشكرك الاستاذ صالح العرموطي نقيب المحامين الاسبق. اشكرك ابو شكرا. 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 كما اشكر الدكتور احمد سعيد نوف الاستاذ العلوم السياسيه في جامعه الارموك. شكرا لك. شكرا. دكتور قدمت يعني وجبه عفوا يعني يا سامر. واجب. شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين ربما يعني سهره دسمه تجولنا فيها هناك حول برج إيفل، وحاولنا أن نقرأ ما الذي يجري، وكانت هناك إجابات كثيرة قدمها الضيفين الكريمين أشكرهما عليهم. تصبحون على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.